أصدقائي المشاهدين، أهلا بكم في نافذة جديدة من برنامجكم نوافذ. أصبح الرأي العام قوة كبيرة في مجتمعنا الدولي الحديث، وذلك نتيجة لتقدم العلم والتكنولوجيا وخاصة تكنولوجيا الاتصال. ولم يعد في استطاعة أي حكومة من الحكومات اليوم الاستمرار في الحكم دون الحصول على الحد الأدنى من موافقة الجماهير، انطلاقا من كون الرأي العام غرس ديمقراطي بطبيعته، وقد ضعف من تأثير قوة الرأي العام تلك التجمعات الجماهيرية الكبيرة في المدن التي شهدها العالم منذ قيام الثورة الصناعية وانتشار النظم الديمقراطية والتوسع في حق الانتخاب وتحرير المرأة وانتشار التعليم وتطور الطباعة وظهور التلغراف والتليفون واختراع آلات التصوير. وقد دعم ذلك التقدم العظيم تطور وسائل المواصلات والاتصال وظهور أجهزة الإعلام الجماهيرية الحديثة وتطورها السريع من صحف وإذاعة وسينما وتلفزيون وصولا إلى الفضائيات والإنترنت، مما ساعد مساعدة فعالة على سرعة انتشار الأفكار والآراء وتبلورها على المستويين المحلي والعالمي. وخلال العقد الأخير من الألفية الماضية أصبح للرأي العام تأثير بالغ في المجتمع، على وجه الخصوص في ظل سيطرة وسائل التواصل الاجتماعي وما تركته من تغييرات في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمجتمعاتها، مما يترك أثرا جليا في حياتنا اليومية. لابد أن ينعكس على اتجاهات الرأي العام ويدعم، لا بل يعمق من تأثيره على خطط وتوجهات الحكومة المختلفة. أصدقائي المشاهدين، تأسيسا على ما أسلفناه، تعالوا لنفتح معا النافذة ونتعرف على أهمية الرأي العام وتأثيره في الحياة العامة ووظائفه ومظاهره السلبية منها والإيجابية والعوامل المؤثرة في تكوينه، وذلك من خلال حوارنا مع الإعلامي حسين الإبراهيم. نبدأ حوارنا ولكن بعد الفاصل. أهلا ومرحبا بك الإعلامي حسين إبراهيم في برنامجنا، برنامج نوافذ لهذا اليوم. يا أهلا وسهلا بكم. اسمح لنا كبداية وكمفتاح للحوار أن نستعرض استطلاع الأول في حلقتنا، وهو سؤال بعض المواطنين حول مصطلح الرأي العام في أذهانهم. اسمح لنا نتابع مع حضرتك ومع السادة المشاهدين وبعد نرجع. تفضل. ماذا يعني مصطلح الرأي العام بالنسبة لك؟ هو رأي الأغلبية العامة بالشعب، مثلا ممكن يأثر بالشعب وممكن ما يأثر. إذا كان حدا، أنا برأيي، على مواقع التواصل الاجتماعي أو على فيسبوك، إذا كان حدا مشهور فالعالم بتلاقي كلها بتنجذب لأقوال الشخص هذا اللي شو ما يقول. الرأي العام معناته أنه الرأي العام بشكل عام بالنسبة لي، فأنا لما شارك بالرأي العام فبكون عم أبدي دوري كمواطن سوري. يعني نظرة الناس، المجتمع حول قضية معينة، يعني بتنطرح عبر وسائل تواصل، عبر تلفزيون، عبر الجريدة، يعني هيك شيء. الرأي العام طبعا هو رأي المواطنين، رأي الجمهور، رأي الشعب، هو رأي الجمهور العام، الجمهور يلي هو اللي بيصنع الرأي العام. أستاذ حسين، يعني آراء عديدة سمعناها من الأخوة المواطنين، ومنها بأن الجمهور هو من يصنع الرأي العام. دعنا نقف على التعريف الأكاديمي للرأي العام من وجهة نظر حضرتك. هلا أنا رح أعطيك التعريف من وجهة نظري. نعم. من وجهة نظر أكاديمية، يعني ما بدنا نفوت، وخاصة مشاهدينا ما بدهم يفوتوا بالمصطلحات والمفاهيم المختلفة. الرأي العام هو ظاهرة اجتماعية تستخلص التفاعل الاجتماعي والفكري المرتبط بحاجات الناس. في النهاية هو النتيجة التي يمكن أن نصل إليها من لقاء الآراء، لقاء الأفكار. تعرفي أنت أنه في شيء اسمه رأي خاص وفي شيء اسمه رأي عام. فأنت الرأي الخاص ممكن يخالفوه كثير عليه الناس، والرأي العام هو قاسم مشترك جمعي يجمع
الآراء، يجمع الآراء كلها في بوتقة واحدة يعطيها الصفة الجمعية، وبالتالي تعبر عن آراء شريحة معينة. ليس بالضرورة أن تكون هذه الشريحة مطلقة يعني تشمل الكل، ولكن هي شريحة في النهاية وتمثل رأي العام لهذه الشريحة. أنت يعني لما توصلي للقاسم المشترك الجمعي الذي يتولد من أفكار الناس وطموحاتهم وأحلامهم وتلبية حاجاتهم، فعندها تصنعي الرأي العام، أو لا تصنعي، لا أقصد كلمة تصنعي بصناعة، تشكلي، تشكلي صورة متكاملة عن هذا الرأي العام. هذه الحالة الجمعية كما قلت حضرتك والتفاعلية، هل تعني الرأي العام صادق دائما أو لا؟ دعنا نقف مع حضرتك على أهمية الرأي العام انطلاقا من كلام حضرتك. الرأي العام هو ثروة اجتماعية، ولكن نحتاج إلى استثمار هذه الثروة. أنت بتعرفي حتى المعادن ثروات كثير كبيرة، ولكن إذا لم تستثمر لا نستفيد منها شيء. وهكذا الرأي العام هو ثروة، الاستفادة منها تتطلب جهد من النخبة، جهد من الناس أصحاب المصلحة اللي هن عم يبحثوا عن تطوير واقعهم، عن تطوير مجتمعهم، فأنت إذا لم تستطيعي تشكيل حالة اجتماعية من الوعي والفهم والاستيعاب للحاضر والمستقبل، لا يمكن أن تصلي إلى رأي عام فاعل. سيكون لديك رأي عام ولكن قد يكون تائه، قد يكون خامل، قد يكون لا مبالي، قد يكون، أما أن تصنعي رأي عام فاعل فأنت بحاجة إلى هذه الأمور. أيضا تؤخذ بالاعتبار عندما أريد أن أصل إلى الرأي العام، هل تؤخذ بالاعتبار الآراء غير المبالية أو الآراء السلبية أو ما شابه؟ اسمح لنا نتابع المادة الفيلمية وبعدها نعود نتكلم في تفاصيل كثيرة حول هذا الموضوع. تفضل. We'll be right back.
تابعنا مع حضرتك أستاذ حسين المادة الفيلمية التي تحمل كثير من التفاصيل التي يمكن الحديث عنها، يعني ما لفت النظر الحديث عن إعلام، عن تفاصيل كثيرة لها علاقة بالرأي العام، الإعلام الجماهيري، التغيير، الاستقطاب، السرعة الفائقة، التفاعل. ويبقى السؤال، يعني هل نحن أمام تعبير حر عن الرأي كما قالت المادة الفيلمية، أم هناك محاولة يعني انسياق وراء الآراء المختلفة لأصبح أنا جزء من الرأي العام وأحيانا قد لا يكون لي قناعة في ذلك؟ تعليق حضرتك على المادة الفيلمية. لا، بموضوع إعلام المعنى اللي نحن كثير نتجاهله، حكيت عنه المادة الفيلمية. أنت بالفرق بين البيانات والمعلومات، أنه أنت بالبيانات بتقدمي مواد خام. هاي المواد الخام اللي أنت بتقدميها كيف بتصير معلومة؟ لما أنت بتوضعيها بطريق المعنى، يعني بصير يفهموها الناس. مثلا عدد المصابين بوباء أو بفيروس الكورونا، أنا لما بدي أحكي عن عدد هيك بغض النظر عن شو كان يوم أمس وشو كان قبل أمس وكذا، هذا بيبقى رقم جامد كثير. كيف بتحطي له معنى؟ إذا بتحطي يوم أمس وقبل أمس، فشو ببين معك؟ إنه أنت عم تتجه باتجاه الزروي أو عم تتجه باتجاه الحل؟ لما وضعته بإطاره الزمني، لما وضعتيه بإطاره الزمني الذي يشكل المعنى. نعم، هاي النقطة الهامة جدا في موضوع الإعلام اللي حكى عن الاستقطاب. التقرير حكى عن الاستقطاب. بالإعلام سابقا كان اسمه إعلام الضوابط، يعني تجي تعليمات اعملوا كذا اعملوا كذا اعملوا كذا. ليش؟ لأنه إعلام خطي موجه، إعلام خطي وليس إعلام تفاعلي. فالآن نحن في مرحلة الاستقطاب. يعني شو استقطاب؟ أنه في كل إنسان صار إعلامي، كل مواطن صار صحفي. فأنت بهي المرحلة صار في مطلوب منك تعملي شيء تاني، أنه استقطاب هؤلاء الناس كإعلاميين. وهون عم نحكي عن السرعة الفائقة. ايه تمام. ما عاد في ضوابط انت تفرضيها على الناس. يعني فيك تفرض ضوابط على موظفين، بس ما فيك تفرض ضوابط على ناس بسطاء عاديين عم يحكوا اللي بالهم او اللي عم يشوفوه شخصيا او شيء من هالنوع. فإعلام الأجندة هون وقع امام إعلام الاستقطاب او تأثير الاستقطاب في الإعلام. نجي على الإعلام الخطي. سابقا كان عندنا حالة إعلام خطي متجهة من المصدر إلى المتلقي. نعم، تنتهي عند المتلقي. الآن كل شيء إعلام خطي أيضا سقط أمام الإعلام التفاعلي اللي بنسميه إعلام تفاعلي دائري. يعني كيف دائري؟ يتحرك من المرسل إلى المتلقي، ثم إلى المرسل، ثم إلى المتلقي. نعم، وهكذا في حالة تفاعلية دائمة. فهذه الأمور أعطت انطباعات مختلفة عن صناعة ما يسمى بصناعة الرأي العام، وبلش في حكي كثير عن شيء اسمه هندسة الرأي العام. سنصل إلى صناعة الرأي العام وهندسة الرأي العام والفرق بينهما يعني تفصيل أكثر، لكن اسمح لنا قبلها أن نتوقف عند مراحل تكون الرأي العام. أول مرحلة هي الحاجة. الإنسان بدون ما يعرف أنه محتاج لأنه يكون في رأي جمعي أو موقف جماعي تجاه حدث ما، إذا ما كان في حاجة فما رح يفكر. الإنسان ما أنه بحاجة لشيء. الحاجة شو بتعمل؟ بتعمل شيء اسمه وعي الحاجة. لما بتوصلي لوعي الحاجة أنت لوحدك ما بتقدر تساوي شيء، فشو بتفكري؟ أنه تكون أنت وفلان 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 ومجموعة. فكل جمع هؤلاء الناس يشكل حالة القوة الأساسية بهدف إجراء التغيير، بهدف الإحساس المشترك. نعم، أنت بدك توصلي لشيء اسمه إحساس مشترك. الكل لازم يحس أو يشعر أنه في شيء خطأ، في شيء خطر، في شيء مشكلة ممكن توصل. يعني في انعكاس نفسي على حالة الرأي العام حتى لو لم تحدث تغيير على أرض الواقع. تمام، أنت الآن عم تشكلي. نعم، عم تشكلي الرأي العام. هلا لما عم تشكلي، يعني أنت عم
بعد ما تحتاج الرأي العام بده يصير في شيء اسمه الإحساس، بده يصير في شيء العامل النفسي، بدك أنت تستدعي هي القدرات اللي نحن نسميها قدرات كامنة عند الناس، حتى يوصلوا هنن الأصحاب المصلحة، هنن أصحاب المصلحة، مو ما حدا بيفرض عليهم شيء، هنن بدهم يوصلوا لحلول وحتى يحددوا فيها دورهم، وبالتالي هنن أصحاب المصلحة أنهم يناقشوا مع الآخرين كيف بدها تنحل مشاكلهم، كيف بدها شو موقفهم تجاه هذه المشاكل، وبيفرضوا بكل ما كانوا أقوى طبعا، هنن اللي رح يفرضوا على الآخرين أنه تتحقق كل طموحاتهم وتطلعاتهم وتنحل المشاكل اللي عم يواجهون. إذن ما هي المكونات التي يمكن أن تكون للرأي العام؟ ما هي مكونات؟ أول مكون هو الوعي، أول مكون من الوعي، لا رأي عام بدون وعي لما يجري. المكون الثاني هو الإحساس بالعمل المشترك، يعني أنا لحالي مهما كنت قوي ما أنا قادر ساوي شيء، لازم يكون حدا معي. الإحساس الثالث تفجير القدرات، يعني كيف أنه أنا مثلا عندي قدرة بالقانون، فلان عنده قدرة بالاقتصاد، فلان عنده، كل واحد تجميع هاي القدرات وتأهيلها كي تسهم في دعم هذا الرأي العام، الوضع ملامح أساسية للمستقبل في ضوء طموحات الرأي العام. يعني أنا ما فيني أجي أقول للناس فقط كرأي عام أنه هذا الشيء خطأ، لا، لازم أنا يكون عندي تصور مستقبلي لكيف لازم تكون الحلول. ليش؟ لأنه أنا اللي صاحب المصلحة، أنا اللي بتوقع براسي المشاكل إذا صارت مشاكل. من المقومات الأساسية الثقافي، يعني أنا ما فيني أجي أحكي بالاقتصاد وما بفهم شيء بالاقتصاد، ما فيني مثلا أجي أحكي بالزراعة وأنا قاعد بالمدينة ما بعرف كيف بيمسك الفلاح. عم تحكي أنا كعضو أو كفاعل في الرأي العام، في تكوين الرأي العام، طبعا. أنا كمواطن عادي متلقي، أنت أم هو أما نتحدث عن صانع الرأي العام؟ لا، أنا عم أحكي عن المواطن الذي يشكل الرأي العام، صانع الرأي العام حديث آخر. فأنت في مجموعة متطلبات لازم تتوفر، وإلا هلأ بيجيك اليأس والإحباط والكسل واللامبالاة، كلها هي عناصر تقف في وجه صناعة رأي عام، وخاصة لما ما بيكون في وعي لما يجري، فهذه الأمور تجعل من الرأي العام الذي نعتبره قوة كبيرة جدا تجعل منه قوة ضعيفة غير قادرة على التأثير. هل الرأي العام محدود بمنطقة أو بمجموعة أو جماعة معينة، أو يجب أن يكون على مساحة واسعة منتشر حدود انتشاره؟ حدود هو في انتشار، حتى الحدود الضيقة موضوعي، وفي انتشار جغرافي، وفي انتشار مهني، وفي يعني مثلا ممكن في شيء اسمه رأي عام العمال، في شيء اسمه رأي عام الناس بالمنطقة، منطقة معينة أكثر من دولة، يعني إذا بدنا نحكي بالحيز الجغرافي، في تحكي رأي عام المرأة مثلا، النساء بتشكل رأي عام وفق موضوع معين، الرأي العام مثلا بالصناعيين أو الاقتصاد أو شيء، رأي العام للمستهلكين، فأنت حسب المجال اللي أنت عم تشتغل فيه في رأي عام، كل مجال أنت عم تشتغل فيه له رأي عام. إذن كيف يمكن قياس الرأي العام بناء على كل ما أوردنا؟ في أدوات كثيرة لقياس الرأي العام، وأنا شخصيا أعمل على هذا الموضوع، ومؤخرا عملت قياس أو عم أعمل قياس بعد ما خلصت عن استبيان خاص بالكورونا بما نعاني منه الآن من علاقة مع منصات التواصل الاجتماعي الصحي. في أسئلة نحن بنطرحها بالاستبيانات، بهالأسئلة بنقدر نعرف كيف توجهات الرأي العام فيها، يعني ما هي المواقع الصحية أو المنصات الصحية اللي نحن ممكن نتعامل معها، ما هو معدل زيارة كل واحد لهي المنصات الصحية، شو رأينا بالدور الإعلامي، كيف تتفاعل مع المواد المنشورة، كيف بيتفاعل كل واحد فينا، يعني
هي بتعطيك مستخلص لمستوى رضا الزبون أو المواطن تجاه أي حالة من الحالات اللي نحن عم نحكيها. مثلا هل هو راضٍ بالمعلومات اللي عم تقدمه المؤسسات الصحية أو المنصات الصحية؟ ماذا يطلب من هذه المنصات؟ تكفي أداة قياس واحدة لقياس الرأي العام أم هناك أدوات متعددة؟ عم أحكي عن أداة واحدة. وفي القضية الواحدة عفوا أستاذ حسين، وفي القضية الواحدة هل يمكن أن أعدد أدوات القياس أم يكفي؟ لا، أنت في موضوع قياس الرأي العام هو منهج علمي متكامل. نعم. أنت بتحطي أداة، كل أداة تنسجم مع الموضوع اللي أنت عم تطرحيه. نعم. ففي امور انت ممكن ما تقدر توصلي الى باستبيان، فانت تبحثي عن شيء ثاني. مثلا ممكن يكون في لقاءات جماهيريه، ممكن مثلا الناس نفسهم يلتقوا مع بعضهم ويجيبوا خبرات او شيء، ممكن تجيبي خبراء وتناقشي الموضوع، ممكن تعملي ورشات عمل. يعني موضوع قياس الراي العام ليس سهلا، ولا يمكن أن يقوم به إنسان بشكل هيك تشليف يعني أو شيء، أو يقول لك هيك الناس بدها، أو هذا الكلام أبدا غير منطقي. منطقي في حالة واحدة، عندما يكون الرأي العام خامل ولا يقدم أي آراء أو حلول أو شيء من هذا القبيل. يعني بهي الحالة أستاذ حسين نحتاج ربما السرعة أيضا في قياس الرأي طبعاً. العام والوصول إلى النتيجة، ونتساءل هل اختلفت أدوات القياس واختلف التعاطي مع الرأي العام سابقا وحاليا. اسمح لنا ننتقل للاستطلاع الثاني، استطلعنا فيه آراء الناس حول مدى تأثير وأهمية وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام حول قضية معينة. اسمح لنا نتابع مع حضرتك ومع سادة المشاهدين بعد أن نرجع. ما مدى تأثير وأهمية وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام؟ وسائل التواصل الاجتماعي يعني لها تأثير جدا فإيجابي وسلبي على الرأي العام، ولكن التأثير السلبي لها يعني دوره أكثر من التأثير الإيجابي بالنسبة للرأي العام. طبعا عندك صار كل شيء على النت، يعني هلأ إذا بدك تاخذي الرأي العام كله صار على النت، وبدك تشتغلي شيء كله على النت. بيأثر والله، يعني الرأي العام بيأثر، إنه إذا نزل مثلا على الفيس أو على الانستغرام نزل شيء منشور أو بوست، الناس يعني في ناس تتأثر فيه وفي ناس لا. هلا هي لها أهمية كتير كبيرة، لأنه حسب استخدام الأشخاص، والآن يعني بتعرفي إنه وسائل التواصل الاجتماعي كلها منتشرة بشكل كبير ومستخدمة بشكل كبير، يعني أهمية التواصل الاجتماعي كتير، سواء كانت شغلة غلط ولا كانت صح، فهي لها أهمية كبيرة، بتلعب دور بتوصيل الفكرة وتوصيل رأي للشعب. إلى وقع كتير كبير علينا طبعا، لأنه أغلب القضايا هلا عم تنحل عن طريق السوشيال ميديا وعن الفيسبوك وعن المواقع التواصل الاجتماعي. تابعنا مع حضرتك الاستطلاع، يعني أغلب القضايا هناك رأي، أغلب القضايا تحل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق الرأي العام الموجود حول قضية معينة، وتحدث عن الإيجابي والسلبي في الرأي، وأحدهم قال كل شيء موجود على الإنترنت. المصداقية التي اكتسبتها وسائل التواصل بالنسبة لتشكيل الرأي العام لدى العارف على رأي حضرتك ولدى غير العارف، المهتم وغير المهتم، كتعليق بداية على الاستطلاع من حضرتك. نحن بالنسبة لنا كناس داخلين على وسائل التعبير الفردي اللي ما كنا متعودين عليها، انه ما كان حدا يقدر يعبر بشكل مباشر، حتى موضوع التعبير ما في حدا فينا بيعرف اكثر من موضوع التعبير، انه هو بيعرف يكتب. ما هي ثقافه جديده بالنسبه لنا، يعني ما صار عمره 10 سنين. بس رغم ذلك وبواسطه دخول منهجيه صحافه المواطن، انه كل واحد صار ينشر، كل واحد صار يشتغل، ودخول وسائل التواصل الاجتماعي، صار في عنا أدوات ما لنا معتادين عليها، فرضت علينا أنه نكتشف حالات لا أقول رأي العام، حالات من الرأي العام. من يشكل هذه الحالات؟ الناس النشيطين فقط. يعني أنت اللي بيشتغل على الفيسبوك عينة معينة أو شريحة معينة من الناس، مو كل الناس، بس هم النشيطين، وبالتالي هم اللي ببين الرأي العام تبعهم. أما الرأي العام تبع الآخرين اللي نايمين، اللي هلأ حكينا عنه خاملين مثلا، ما بتقدر تعرفي عنهم شيء.
بالتالي التأثير منين بيجي؟ من الناس اللي عم تشتغل على صفحات التواصل الاجتماعي. عالميا بلشوا يحكوا انه مع الان انتقلنا من عصر الاحزاب الى عصر التواصل الاجتماعي. هلأ بدهم يعملوا مثلا بدولة معينة بدهم يعملوا اعتصام او تحرك او مظاهرة او شيء من هالنوع، وين كيف بيجمعوا بعضهم؟ عن طريق دعوات بتويتر او فيسبوك او شيء من هالنوع بيجمعوا بعضهم، مو الاحزاب اللي عم تجمعهم. فوسائل التواصل الاجتماعي صار لها دور كثير كبير، ونحن ما في ابدا حدا فينا يتخيل انه يقدر يتجاهله لهذا الدور. مقدار الثقة والمصداقية على وسائل التواصل استاذ، ولكن موضوع المصداقية هو موضوع كثير مشكوك فيه. ليش؟ لأنه قلت لك أنا هاي الشريحة اللي عم تحكي على الفيسبوك إنهم فقط اللي بيحكوا اللي عم يتواصلوا على الفيسبوك والنشيطين. طيب في ناس ما بيشتغلوا فيسبوك، شو هدول؟ هاي نقطة. أنا بإحصاءات، بعض الإحصاءات الاستبيانات اللي سويتها طلع معي إنه الناس اللي عم تشتغل اللي مثلا عم تشوف بهذا الإحصاء، خلينا نحكي بالاستبيان اللي حكينا عنه قبل شوي، انه طلع الناس اللي عم تشوف الفيسبوك او عم تتابع منصات التواصل الاجتماعي الصحية هي عمرها بين 30 و 45، بين 30 يعني اكثر من 60-70%. طيب والناس التانيين شو؟ يعني انت الاعمار الاخرى شو؟ اذا هذه عينة غير دقيقة، ولكن يؤخذ برأيها لانها هي ضاغطة، يعني كونه ما في حدا غيرها فهي ضاغطة عم تضغط لاتخاذ قرارات قياس الرأي العام. هل بهمني أنا، كنا عم نحكي قبل الاستطلاع عن أدوات قياس الرأي العام، هل ممكن أنا قيس الرأي العام عن طريق مثلا وسائل التواصل؟ ممكن استخدم أدوات أخرى على الأرض، مثلا استبانة، مثلا بطاقة ملاحظة، ولا لا أنا بكتفي بمكان معين لحتى حشد أو أعرف معرفة الرأي العام حول قضية معينة عشان ما أغفل شريحة لكن من حتى الناس. حتى الاستبانة، أنت لما بدك تشتغلي باستفتاء رأي أو شيء من هالنوع بدك تكوني دقيقة بكتابة الأسئلة، بالتحليل، وفي برامج ومنظومات معلوماتية كتير كبيرة عم تشتغل على تحليل نتائج الاستبيانات. ما أنا القصة أبدا ما أنا سهلة، بس نحن لا نتعامل مع هذه الأدوات، يعني للأسف الشديد لا نتعامل معها، لأنه حتى الآن موقع الرأي العام في صناعة القرار رغم تأثيرات الكبيرة اللي ساوى فيه، بس هو موقع مشكوك فيه أو لا يتم التعامل معه بجدية. يعني الضغوط اللي عم تجي من وسائل التواصل الاجتماعي هي ضغوط تشكل حالات ارتجالية وليست منهجية. يعني صح أنه مثلا ممكن يطلع قرار نتيجة وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن هذا بيطلع قرار يتيم أو منعزل عن منهجية، أو وهو مجرد إجراء فقط. أما لما بدك تشتغلي على طريقة اكتشاف حقيقة الرأي العام، انت بدك تشتغلي بطريقة منهجية، بدك تعرفي بالضبط بالأدوات اللي استخدميها بالزمان بالمكان بالمجال اللي بدك تشتغلي فيه، بدك تعرفي بحجم الشريحة، بدك تعرفي تماما كل هاي التفاصيل وتحلليها تحليل علمي مو تحليل ارتجالي. انه والله انا بيطلع لك حدا بيقول لك وزعنا كذا مليار على، طيب في امور ما لها علاقة بالاموال، في امور لها علاقة بالوقفة بالدور مثلا، في العلاقة في قصص كتير تانية. هلأ الرأي العام صفحات التواصل الاجتماعي عم تكتشفها، عم تقدم لنا صور، هاي الصور صادقة لا شك انها صادقة، ولكن نقف عند هذه النقطة، تقدم صور. أستاذي كيف يمكن إدارة وتوجيه الرأي العام عبر الإعلام الإلكتروني، عبر الهاشتاج أو استطلاع الرأي الإلكتروني أو غيره؟ تمام. هلأ نحن أعظم الأدوات اللي عم تستخدم حاليا بالنسبة للإعلام الإلكتروني أو الإعلام الرقمي، أنا ما بحب أسميه إعلام إلكتروني، هي قصة، هي القصص اللي عم تطلع كتير كتير بسيطة ولكن فعالة كتير، مثل الهاشتاجات اللي عم تنتشر وبتعمل جماهيرية كتير كتير واسعة وبتعمل التفاف رأي عام حولها. هلأ انت المشكلة فينا انه نحن هلأ عم نستخدم الهاشتاج بدون ما نعرف شو يعني هاشتاج، بدون ما نوصفه، ما بتشوفه غير اللي حطلك هاي الإشارات بين الكلام، ليش ما بتعرفي؟ وبعدين الهاشتاج أهم ميزة له هي مهمة ميزة التحشيد،
كيف التحشيد؟ انه انت بتعمل لي حشد حول فكرة معينة عنوانها هذا الهاشتاج. انت لما بتكون عندك فكرة بدك تقويها وتدعميها بتقولي للناس قديش شوفوا قديش مع هذه الفكرة، وبالتالي بتكبسي على الهاشتاج بيطلع لك قديش في ناس موافقينك على الهاشتاج. اذا الهاشتاج هو نموذج التعبير. كيف ممكن قياس هذا الحشد؟ فسهل، انت فقط بتكبسي عليه، يعني بتكبسي على الكلمة، على الكلمة المشار اليها بالهاشتاج، تمام، تضغطي عليها مباشرة فبتطلع لك كل الناس المشاركين فيها بالالاف مئات الالاف. وفي الان في قياسات على مواقع عالمية بتقلك بالضبط كم حدا وراء هذا الهاشتاج. فانت لما بتشوفي في هاشتاج مثلا مثلا نحن عملنا كذا هاشتاج بسوريا اثناء الازمات تبع المازوت تبع المواد التموينية، صار في هاشتاج وصار في ناس وراه. فأنت لما بتشوفي أنه والله هي هذا الهاشتاج في وراه 100,000 واحد، تعرفي تاخذي صورة أو انطباع أنه هذا الرأي العام هيك توجهه، جيبوا كذا عملوا كذا عملوا، تاخذي موقف. هل أصل إلى هدفي في تكوين الرأي العام عندما أشكل حالة شعور أو حالة تكاتف تحشيد. نعم تكاتف نفسي بين الناس، تقول 100,000 شخص مثلا هم تعاطفوا مع قضية معينة، ما أنا أحتاج إلى إحداث التغيير المجتمعي. أنت لما بتعملي التحشيد، التحشيد شو نهايته؟ نهاية التحشيد قرار أو موقف. يعني أنت لما بتقولي أنا معي 100,000 واحد، كأنك عم تقولي أنا حسبي فيه 100,000 واحد، هيك بده. هيك بالضبط. ولكن بهذه الحالة أيضا قد يحشد الناس بصنع أو بانفعال لتلبية حاجة معينة. دعنا نقف على تعريف هندسة الرأي العام والفرق بينها وبين صناعة الرأي العام. مزبوط. خلينا قبل ما نحكي عن التعريف بدي أوضح شغلة. نعم. نحن في عنا شيء اسمه خطاب إعلامي. الرأي العام يخضع للخطاب الإعلامي، سواء كان هذا الخطاب من فرد أم من وجه من وجهاء المنطقة أم من مسؤول أم كذا، في خطاب إعلامي. الخطاب الإعلامي شو بيشكل؟ بيشكل الحالة النخبوية، يعني الفكرة اللي بتمثل اختصار لما يفكر فيه الآخرون. هلأ هذا الخطاب الإعلامي بدنا نوصل فيه لشيء اسمه محتوى الرسالة الإعلامية. المحتوى له جانبين، الجانب التقني اللي نحن ممكن نحن نحكي عنه كالوسيلة أو القالب اللي بينقل الرسالة، والجانب الثاني اللي هو التوفر أو الإتاحة. يعني أنا مثلا شو استفدت إذا عم وجه خطاب إعلامي عن طريق صحيفة وإذا الصحيفة ما بتوصل للناس؟ نعم. هون النقطة كتير كتير حساسة. أنا مثلا لما كنت وجه خطاب إعلامي عن طريق الموبايل أو الخلوي، هذه الرسالة إذا ما ناس ما عندهم خلوي شو بستفيد أنا؟ ما بستفيد. إمتى صرنا نستفيد؟ لما كل الناس صار عندهم هذا النظام. الجانب الثاني اللي هو المتلقي أو الجمهور المستهدف، بدي أعرف لمين أنا عم وجه الرسالة. إذا ما كنت بعرف بدي أضيع الرسالة. لما أنا بوجه لجمهور مستهدف بدي أعرف شو التأثير المطلوب اللي هاي الرسالة هاي بتأثروا بالناس وتشكل فيها الرأي العام. فإذا ما عرفت هذا الكلام، إذا ما عرفت ما استفدت منه شيء. هون بيطلع معنا شو تفسيرنا لهندسة الرأي العام. أنا رح أقرأ بشكل مختصر النص بحيث أنه ما نبتعد عن المنهج الخاص فيه. في عنا نحن إذا بدنا نعرف الرأي العام لازم نعرف هندسة الرأي العام، لازم نعرف توجهات الإعلامية أيضا وإدارة الأفكار ومنهج الحياة بهذا المجال. هندسة الرأي العام هي نظام وفن تطبيق النظريات العلمية الحديثة في تصميم وتطوير الحلول التقنية والمنهجية لخدمة التوجهات الإعلامية. يعني ما فن لتطبيق النظريات العلمية، وليس مجرد توجيه مثلا بيجي أو قرار أو شيء من هذا القبيل. لا،
هي عملية نظام وفن تطبيق النظريات العلمية. طيب هلا عم نحكي عن شيء اسمه التوجهات الإعلامية، إذا في توجهات إعلامية أو ضوابط أو كذا، ولكن هذه الضوابط تنطلق من توفير الحاجات الإنسانية أو تسعى لتوفيرها بما ينسجم مع الحالة الاجتماعية. إذا هو مرتبط بالإعلام، مرتبط بتطور الإعلام، مرتبط أيضا بالاتجاه الإعلامي، نعم، بأساليبه، بكل هذه الأمور مرتبط فيها. بنجي على إدارة الأفكار. نعم. أنت هلأ ليش عم تحكي عن إدارة الأفكار؟ طيب في أفكار كلها مختلفة مع بعضها، كيف بدك تعملي قاسم مشترك مثل ما حكينا بالبداية؟ نعم. تعملي قاسم مشترك جمعي، بدك تعملي إدارة للأفكار. كيف الإدارة؟ ممكن تصير بالحوار، ممكن تصير بكذا، إدارة تعبير الشريحة. لأنه نحن لما بدنا نعبر عن كل واحد بده يعبر بطريقته، ممكن ما نوصل للنتيجة المطلوبة. فلما بنعمل إدارة لهالتعبير عندها بنكون نوصل لمنهجي علمي. بيبقى بالأخير بدنا نحكي عن تكوين فكرة أو موقف حول الموضوع أو شخص أو شيء. يعني بدنا نكون هاي الفكرة، كيف بدنا نكونها؟ بالنقاش، لأنه بيجوز تكون آراء كثير متناقضة بهالموضوع هذا، فبالنقاش من شكلها. طبعا في عنا مهارات الأداء، في العلاقة مع الزمان والمكان، مو كل شيء بيمشي اليوم بيمشي بكرة، أو مو كل شيء بيمشي هون بيمشي ببلد تاني. اختيار الوسيلة، بدك تعرفي أنت بشو بدك توجه، وسائل التواصل الاجتماعي ولا تلفزيون ولا شو. اختيار الأسلوب، أنت كيف بدك تعملي أسلوب الوسيلة الأولى اليوم لتكوين الرأي العام، الوسيلة الأولى اليوم التي تكون في المقدمة لتكوين الرأي العام. هلأ أنت فيك أو لهندسة الرأي العام، ما الذي يستخدم عالميا أكثر وسيلة؟ هلأ أنت الإعلام الرقمي هلأ مسيطر، أخذ 70-80%. أنا بالإحصاء ساويته في عندك 82%، فأنت بدك تهتم بهالموضوع هذا. فاختيار الوسيلة أو الأسلوب اللي انت ممكن تشتغل عليه، اختيار الادوات بدك تحدديها، فضاء الشريحه، وين هاي الشريحه بتوصل، مثل ما حكينا انه منطقه جغرافيه ولا بشريحه مهنيه او شيء. تحديد المعادلات، بدك ترسم معادلات، مثلا اذا كان 25% من الناس ما شاركوا بهذا الموضوع، فمعنى ذلك في عندك 25 ليش ما شاركوا، بدهم يعرفوا، وبالتالي بدك تعمل شيء اسمه مصفوفي تقدر تطلعي منه المنهج المتكامل. هلا إذا كان عنا في شيء اسمه صناعة الرأي العام، كنا نحكي سابقا عن شيء اسمه صناعة الرأي العام. شو يعني صناعة الرأي العام؟ يعني هدول الناس هن مواد خام ونحن بدنا نعمل المنتج منه، هن بس مواد خام، لا بيحقوا لهم يبدوا رأيهم، لا بيحقوا لهم يفكروا، لا بيحقوا لهم يحكي شيء، نحن اللي منقرر، بس نحن منجهزهم، بنعمل لهم دعاية، بنعمل لهم توجيه، بنعمل لهم كذا لحتى يصيروا مثل ما بدنا بالضبط. في حالات الدخل الإعلامي باتجاه قضية معينة تلبي مصلحة جهة معينة، تكسيف إعلام، هل هذا هندسة أم صناعة؟ اللي حكيتي أنت عنه أنه تضليل إعلامي أو كذا، هذا هندسي، هذا هندسي. ليش يكون صناعة إذا؟ يكون صناعة عندما لا يبحث عن آراء الناس وأفكارهم. نعم. هم اللي عم تحكي بالتضليل عم يجيب لهم شغلات بتدغدغ مشاعرهم وأفكارهم. إذا الهندسة ليست دائما إيجابية. لا طبعا، هلأ رح نحكي نحكي. لا أكيد مو إيجابية. نعم. هلأ إذا بدنا نحكي عن تنميط الرأي، في شيء اسمه تنميط الرأي. كيف تنميط الرأي؟ أنه الصناعة تعني التنميط الذي ينتج عنه الرأي الواحد والموقف الواحد بعيدا عن الخصوصية ودون أخذ رأي المتلقي بعين الاعتبار. نجي على المكونات التشكيلية، يتجه مفهوم هندسة الرأي العام إلى خلق مكونات تشكيلية مختلفة في تصاميمها ومتناقضة أحيانا. يعني ما أنا لما عم نحكي هندسي عم نحكي شيء علمي، ما أنا عم نحكي شيء موروث أو تجاري أو تسويقي أو شيء منه. القاسم المشترك تلتقي في توجهاتها هاي الهندسة في الإطار العام الذي يمثل القاسم المشترك للجميع ويستثمر طموحاته. هلا اذا بدنا نحكي عن نعمل شويه مقارنات، قبل ما نحكي عن مقارنات اسمح لي استاذي، تنميط الراي الواحد والموقف الواحد بعيدا عن الخصوصيه، شو بقصد هون تنميط؟ يعني كلمه تنميط انه كل الناس مثل مسرحيه دريد لحام، انه كل الناس بيعطوها نفس الدواء، كل الناس بيعطوها نفس الوصفه، كل الناس، عرفت كيف؟ يعني كلهم بيصيروا مثل بعض، ارقام، مجرد ارقام. اذا الى اي درجه ما في حدا حذيرة. عنده افكار، ما في حدا عنده افكار خاصه او مستقله مختلفه عن الاخرين او شيء، وبالتالي انت شو ساويتي هون؟ حيدت العقل، حيدت الخصوصيه
كل واحد فينا عنده خصوصيته، حيدتي امكانيات القدرات الكامنه اللي الموجوده عند كل انسان وتعاملتي معه مثل ما حكينا كاداه خام، فاداه خام صار كله نفس القالب نفس السيستم نفس الحركه نفس يعني مثلا بيروح على المدرسه بيروح على المشفى بياخذوا تلقيح واحد بياخذوا، هذا اسمه تنميط، ما اخذت اي نوع من الخصوصيه. وهلا حتى التعليم صار في نظريات علمية حديثة عم يقولوا أنه التنميط بشكله بالتعليم بشكل الحالي هو تنميط، لأنه نحن عم نحط الطلاب كلهم بنفس الصف بنفس المنهج بنفس الكتب بنفس الأساتذة بنفس نحن باتجاه مواكبة عجلة التطور في جميع المناحي، التعليم والإعلام والرأي العام كما قلت حضرتك هو مشكل قوي وفاعل لكل هذه القضايا ولكل هذا التطور. كنت ستجري مقارنات باعتماد نعم. باعتماد انه هذا انسان وليس مجرد ادوات خام يعني او شيء من هذا القبيل. هلا في مفهوم هندسه الراي العام يكون تمييزه ككيان فكري نعم. كظاهره اجتماعيه، كيان فكري. شو يعني كيان فكري؟ يولد الافكار، يعني مو مجرد انه عدد او رقم او شيء من هذا القبيل. بيكون تبنى المواقف على المرجعيه الثقافيه، يعني انت اذا ما عندك مرجعيه وثقافيه او شيء من مكان بيلعب بعقلك. وحده الزمان، يهتم نموذج صناعه الراي العام بتثبيت الزمن عند تاريخ محدد بحيث تدور كل الازمان اللاحقه في فلكه. وحده الاتجاه، اتجاه واحد يسعى اليه القائمون على صناعه الراي العام. نحن هون ما عم نحكي على راي هندسه الراي العام لا ايجابي ولا سلبي، هلا بدنا نحكي عنه. يرتبط هذا الاتجاه بأسلوب التحشيد اللي حكينا عنه قبل شوي. نعم، بالحديث عن وحدة الزمان أيضا اسمح لي أستاذي، هل الرأي العام يتغير بحسب الزمان؟ هل الرأي العام طبعا. ممكن باتجاه القضية معينة يتغير بعد فترة؟ لأن الحالة الاجتماعية هي بالأساس مانا ثابتة. وما الصعوبة التي يمكن أن تكون يعني على عاتقي عندما أريد أن يعني أن أحول أو أن أغير الرأي العام تجاه قضية معينة؟ لأنه أنت لازم في مسلسلات هلأ عم تصير بالنسبة لهندسة الرأي العام. كيف مسلسل؟ أول شيء بيأخذوا الناس لمنطقة معينة. نعم. بزمن سريع جدا، يجب أن لا يتجاوز، يجب أن لا يدرك الإنسان، يعني كثير بده يكون قصير. بعدها مباشرة بيحطوا شيء ثاني مرتبط بالأول، بيكون شو اللاوعي تبعنا مثل أزمة الكورونا، كيف صارت بالبدايات وكيف بلشوا بالناس، يعني القصة قصة متسلسلة مدروسة، كل خطوة من خطواتها من مراحلها بتوصل إلى نتيجة معينة وبتكمل فيما بعد، عرفتي؟ وهكذا. هلأ عناصر الرأي العام في المنهج الصناعي هم مجرد أرقام، يعني المواطن رقم بس. نجي على الاتجاهات، مثل ما حكينا في اتجاهات سلبية واتجاهات إيجابية. اتجاهات السلبية شو بتسوي؟ بتعمل تبسيط للواقع أو تضخيم، بيضخموا الحالة بيقول لك عمل كذا، وتشوفي كل وكالات الأنباء والضخ الإعلامي وكذا بحسب الغاية والمصلحة، شو لهم مصلحة بالموضوع. تقديم واقع خيالي بعيد تماما عن الحقيقة، استغلوا يعني الحقيقة حاولوا يغطوها بشو؟ بواقع خيالي هم عم يألفوه. هلا بالجانب الإيجابي تدوين الواقع كما هو بالاتجاه الذي يخدم تطلعات الناس، والتحليل العلمي الذي يعتمد التفكير النقدي المقنع والتقويم المستمر. ما بكفي انه انت تجي تعملي حركه لا، لازم يضل في تقويم مستمر حتى تقدر هاي الهندسه تضل عايشه. طبعا في معوقات كثير، معوقات مثل الاغراق اللي الفضائيات لما بتجي كذا فضائيه بتجتمع على موضوع معين، هذا اسمه اغراق، ما عاد حتى تلحقي تفكري انه انت هون ولا هون. إن الرأي العام كيف بده يتشكل بهاي الحالة؟ بيكون في حالة اضطراب، بعدين في تشويش، رح يجي تشويش كتير. كيف بيجي التشويش؟ انت بتلاحظي حتى بأمريكا كل مسؤول بيطلع تصريح مختلف عن التصريح الثاني، فبصير عندك تشويش إنه معاهن ولا معانا ولا مع، بصير في تشويشات كتير بالحصار، انه كيف حصار؟ انه انت طلعت خبر عندك قدرة مثلا تبسي هذا الخبر، خلينا نحكي عن 5000 شخص بلحظة واحدة، هنهم بيكونوا مجهزين جيش اعلامي، ممكن 100,000 200 مليون حدا مبلش عم يضخ وعم يشتغل فيه لحتى يعمل حصار على اي معلومة نحن ممكن نطلعها، وبالتالي المعلومة اللي بنطلعها بتضعف، بتكون ما أنا قادرة توصل لصناعة الرأي العام. هون طبعا هذا صار في شيء اسمه حرب الرأي العام نتيجة هندسة الرأي العام. نعم، وانطلاقا من هذه الهندسة قد نقف على أنواع للرأي العام. تمام. ما هي هذه الأنواع؟ هلأ في الرأي العام الفاعل أو الفعال. نعم. في الرأي العام الخامل،
في يعني نحن عم نحكي من حيث الموضوع، هلا بنحكي من نواحي اخرى، في الراي العام اللامبالي، في الراي العام الكامن مثلا، انت هي عم تحكي عن انه طبيعه علاقه الناس، في شيء جغرافيا بتقولي الراي العام المحلي، الراي العام الاقليمي، الراي العام العالمي، فيك تحكي عن مثلا جغرافيه منطقه معينه لحالها بتاخذيها لحالها، فيك تحكي عن المهن، الراي العام الاقتصادي، الراي العام السياسي، الراي العام، ففي انواع مختلفه حسب الاتجاه، ونحن طبعا كله عم نتعامل معه حسب، اذا بدنا نتعامل معه بطريقه هندسه الراي العام، كل وحده لها طرق خاصه ووسائل خاصه وادوات خاصه في التعامل. وحتى شو الوسائل الخاصه لجذب الغير المشارك وغير المبالي لحتى يشارك يدلي بدلوه ولحتى يكون هو فعال في القضايا التي نريد أن نعبر عنها بالرأي العام بشكل عام. نعم تفضل. بحطيكي مثال كتير بسيط على الهاشتاج. نعم. إنه أنت شفتي هاشتاج حلو عجبك هذا الهاشتاج، يعني ما بتقدري تتحملي إجباري رح تعملي لايك أو تعملي شير أو مشاركة للمادة أو حتى توصليها، ليش؟ لأنه عجبتك، حسيتي أنه عم تحكي عنك. نعم. فأنت بقدر ما كنت قادرة تعبري عن مشاعر الآخرين بقدر ما استطعت توصلي للرأي العام وانضمامه إليك أو دعمه إليك أو وقفته معك بحيث أنه نوصل لحالة التحشيد. نعم، يعني انطلاقا من كلام حضرتك، إذا نحن بحاجة إلى البحث عن طرق جذب هؤلاء الناس لأن يكون لهم دورهم ولهم قولهم في الرأي العام حول قضية معينة، وهناك بعض الناس الذين يمكن أن لا يشاركهم. الاستطلاع أنا لا بس قبل استطلاع. نعم. من شان هاي الكلمة ما تمر بمرور. نعم. الكرام، هي ليست قضية جذب، أنت لما بتكوني صادقة فن. أنت عرفتها بأنها فن. أنت لما بتكوني صادقة مع نفسك ومع هذون الناس رح تعملي عملية علمية وفنية هي تعبر بدون ما تحسبي لها بأي شكل من الأشكال أو جذب أو شيء، هي رح تعبر عن الناس وهي رح تجيبهم لعنا. إن شاء الله كل الرأي العام يكون يعبر بشكل صادق عن حاجات الناس، حسب الوعي، حسب الوعي، كل ما يريدونه، ولأن هناك خطورة بما يخص الهندسة، بما يخص طبعاً. يعني حشد الناس نحو اتجاه معين قد يكون، والكورونا أكبر مثال صادق. اسمح لنا نتابع الاستطلاع الثالث الذي توجهنا فيه إلى الإخوة المواطنين لنسأل، هل توافق على عدم المشاركة والامتناع عن الإدلاء في رأيك برأيك في القضايا العامة، وتعتبر أنه لا أهمية لرأيك في تكوين الرأي العام؟ اسمح لنا نتابع الإجابات مع حضرتك ومع السادة المشاهدين. هل توافق على عدم المشاركة والامتناع عن الإدلاء برأيك في القضايا العامة، وتعتبر أنه لا أهمية لرأيك في تكوين الرأي العام، أم تشارك؟ لا أنا بشارك وبشجع على المشاركة كمان، لأنه أي فكرة أي قضية بتنطرح يمكن يكون لك دور فيها أو تغيري مجرى يعني سير أمورها. يعني إجباري لازم لكل مواطن ولكل حدا بهذا الشعب، نحن كلاتنا مواطنين بالأخير، كل واحد له رأي ولازم يدلي، لأنه هو يعني بالأخير هو لازم يغير من حاله، يبدأ من حاله الواحد ولازم يغير ويبلش يدلي. لا أكيد بشارك برأيي، لأنه إذا كل واحد بدي يقول أنا ما بدي شارك برأيي فهو وقتها رح يعني ما عاد يضل في رأي عام أبدا. لا بشارك برأي العام قدر المستطاع، ممكن إذا قدرت أثر وكون مقنعة بحكي ممكن العالم تقتنع برأيي. نعم أشارك، فأنا كمواطن من حقي أن أشارك بالرأي العام، أنا يعني أنا جزء لا أتجزأ من يعني الشعب والتكوين، يعني فلازم شارك أنا، فرأيي له قيمة وله أهمية. نعم. حقي أن أشارك بالرأي العام لأن له أهمية كبيرة، إلى أي حد الوعي لدينا هو موجود حول هذا الموضوع؟ أنا ضد هاي الكلمة، أنا ضد هاي الكلمة. نعم. مو حق، هذا واجب، هذا واجب. هلا انا انت اذا بدك انت تهمشي نفسك، واجب للتعبير عن حق، اذا انت حابة تهمشي نفسك. نعم. في مشكلة، يعني مو حق أنا أعطي حدا بيعطيني إياه، هذا واجبي إنه أنا لازم يكون. يتوجد مظاهر رأي عام سلبية وإيجابية. طبعا هناك في ناس بتقول لك أخي أنا ماني يعملوا مثل ما بدهم، ماني سائل، ما بيهمني، ما كذا، ما حتى لما بدك تعملي، حتى لما أنا في ناس بيقولوا لي على البوستات تبعي ما بنسترجي نعمل لك لايك،
انا احيانا بكون قاسي. طب يا اخي هي لايك، انا ما بدي تعمل لي لايك اصلا، ما يعني الموضوع ما راح يكبر اذا عملت لي لايك، بس في ناس ما بدها تعبر، ما بدها نحن قلت لك ثقافه التعبير عن الراي جديده. نحن بحاجه الى ان نكون فاعلين في الراي العام، وان ولكن هذا يجب ان يكون كما قلت حضرتك مرفق بالوعي، الوعي تجاه القضايا التي تعرض في مواقع التواصل التي هي فعلا يعني كان تنتشر فيها القضيه كالنار. نحن نتجه باتجاه السلبي. نعم تماما. اسمح لنا نتابع تعليقات السادة المتابعين عبر صفحتنا على الفيسبوك حول موضوع حلقتنا لليوم، ولكن بعد الفاصل. طبعا أستاذ حسين، تعودنا في الفقرة الأخيرة في برنامجنا أن نستعرض آراء السادة المتابعين على صفحتنا عندما تحدثنا عن موضوع حلقتنا لهذا اليوم. معنا تعليق الصديقة ولاء الحسن، قالت: الرأي العام يتكون ويتبلور من خلال التفاعل بين الآراء المتعارضة داخل الجماعة، وهذا يعني أن كل فرد من أفراد الجماعة قد يكون له رأي معين بالنسبة للقضية أو المسألة المثارة، إلا أن الرأي العام ليس حاصل جمع هذه الآراء، ولكن يشترط ضرورة التفاعل والحوار والجد. طبعا هذا جزء من تعليقها. أيضا الدكتورة سلوى شعبان: الرأي العام هو مجمل الآراء وردود الأفعال التي تصدر عن الأفراد تجاه قضايا المجتمع المختلفة، قد تكون هذه الردود هي انعكاس لتأثير القضايا على حياتهم، وبالمجمل يؤخذ بمجموعة الآراء مع الاختلاف، لأن أهمية الرأي العام تأتي من خلال علاقته بتغيير الكثير من القرارات والمسائل. شكرا دكتورة سلوى. أيضا شكرا صديقتنا ولا. أيضا الدكتورة مريهان كلش تتحدث عن: أنا مع الرأي العام بأنه يؤثر ويتأثر بالتغيرات المحيطة، وأحيانا يكون للرأي صدى إيجابي إذا توافق مع معطيات الأحداث، وأحيانا سلبي إذا وجد فيه اختلاف عن الرأي العام، ولكن حتى عندما يكون سلبيا له صدى وأثر. وهنا الحديث عن أثر الرأي العام، يعني كنا مسرورين كثيرا بوجود حضرتك معنا في هذه الحلقة عن الرأي العام الأستاذ حسين الإبراهيم. نشكر وجودك ونشكر كل المعلومات القيمة التي قدمتها لنا أستاذنا الإعلامي حسين إبراهيم. شكرا لك. إذن أصدقائنا المشاهدين، خلاصة القول إن الرأي العام مصباح لا نستطيع بدونه أن نتلمس طريقنا، فقد أصبح الرأي العام مؤثرا وفاعلا في حياة الشعوب، وهو أشبه بالشهاب يخترق الفضاء بسرعة مذهلة، وبدونه يكون الجمهور أعزلا بدون سلاح حقيقي لمواجهة الحكومات في سبيل إرساء الديمقراطية. أصدقائي المشاهدين، موعدنا يتجدد الأسبوع القادم لنفتح نافذة جديدة. إلى اللقاء.